أحسن المعاني التي أريد أن ألقيها عليكم هو ما تقرأونه في كتابه تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وإن كان القرآن لا تنقضي عجائبه كما قال سيدنا ومولانا علي كرم الله وجهه: ولو شئت لأوقرت 70 بعيرا من معاني الفاتحة. ولو شئت لأوقرت 70 بعيرا، أوقرت جعلت وقرها أي حملها كتبا من معاني الفاتحة. فالقرآن كثير المعاني وكثير الدلالات، وأريد أن تفهموا أن كتاب الله عز وجل هذا فيه معاني كثيرة. لما تقرؤون اللغة العربية إن شاء الله وما معها من العلوم كأصول الفقه تفهمون بأن القرآن له معاني كثيرة جدا، ومنها ما يعرف عند الصوفية بإشارة النص، أي التفسير الإشاري الذي يفهمونه إحدى الدلالات الألفاظ، يفهمه السادة إحدى دلالات الألفاظ. فهذا الكتاب إذا من الله عز وجل على عباده به فقد اصطفاهم. هناك من العلماء من ألف كتابا في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني أن كل الأقسام الثلاثة مصطفات. بمجرد أي أن الله عز وجل من عليك بقراءة كتابه فقد اصطفاك. وكما يقول العارفون بالله ابن عطاء وغيره أنه إذا فتح عليك باب الدعاء فقد فتح عليك باب الإجابة. إذا فتح عليك باب الدعاء يعني وفقك بأن تقول: اللهم اعف عني واغفر لي، فقد فتح لك باب الإجابة. ولو شاء لما فتح، ولو شاء لما وفقك للطلب. يعني بما أن الله عز وجل كتب في الأزل وقدر أن تقرأ كتابه فقد اصطفاك، أنك في إحدى المراحل الاصطفاء بغض النظر من أي المراحل أنت. هل أنت ظالم لنفسك أم مقتصد أم سابق بالخيرات؟ فأنت مصطفى. كذلك إذا وضعك الله عز وجل قدر لك وإن جاء فتح لك باب أن تذكره. فإذا فتح لك باب ذكره فقد فتح لك بابا عظيما بغض النظر عن القبول وعن الارتقاء والصفاء. فكذلك هذا الكتاب لما الله عز وجل اختارك وجعلك تقرأ كتابه يجب عليك من ناحية من شكر الله أن تفرح وتسر بهذه العطية، لكن لا يطغى هذا السرور إلى أن يجعلك يعني يجعلك آمنا من سخطه. يعني لا يكون هذا السرور أن يجعلك آمنا من سخطه. فالفهم الذي أردت أن أفهمكم إياه وهو أننا أي أهل كتاب الله كما ولد في الأطر حملة كتاب الله أهل الله وخاصته، حملة القرآن أهل الله وخاصته. لقد جعل الله عز وجل عدة خصائص لكتاب الله. ونقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه رأى ربه في المنام 99 مرة. بالمناسبة أهل السنة يقولون يرى الله في المنام كما نقل أبو حامد الغزالي، والنووي في شرح مسلم قال جمهور أهل السنة أنه يجوز رؤية الله في المنام. قال الإمام أحمد: رأيت ربي
99 مرة ولا أن رأيته المئة لأسألنه. فرآه المئة يعني المرة المئة فقال يا رب ما أحسن أو ما أفضل ما يتقرب المتقربون فيه إليك؟ قال قراءة كتابي أو تلاوة كتابي. قال يا رب بفهم أم بغير فهم؟ قال بفهم أم بغير فهم. فنظمها الراجز بفهم أم بغير فهم يا فتى، هذا هو الفضل من الله أتى، هذا هو الفضل من الله أتى. تكفيني هذه الإطلالة حتى لا أحرج إخوتي من علاء السفر. والمسألة الأخيرة في كتاب الله، المسألة الأخيرة في كتاب الله أن هذا القرآن يجمع بين خطاب الروح وخطاب العقل، بين خطاب الروح وخطاب العقل، فهو هدي متكامل. فنحن نحتاج في غير كتاب الله أن نقعد العلوم ونجعل العلوم عقلية كالفقهية علوم الدراية، كما أن نجعل خطابات روحية كالتصوف وكالسماع اللي يسمونه في المعاصرون الإنشاد وكالخطاب الواعد في المنبر. يعني نقسم في علومنا تقاسيم كثيرة عشان نربي الفرد، لكن كتاب الله عز وجل يجمع هذه الخطابات كلها، فهو يخاطب العقل والوجدان، جميع الجانب الشعوري منه والعقلي وجانب الأدبي منه. فلهذا يجب بغض النظر عن النفحات الإلهية التي لا يشترط فيها الواسطة باللغة المعاصرة لغة التواصل، فلهذا يجب عليكم إذا أردتم أن تستفيدوا من الناحية العقلية والتجريبية والعملية المبنية على الوسائط والوسائل، لابد من إتقان لغة القرآن، لأن لغة القرآن مهما فسره العلماء لا يكفي تفسيرهم، لابد لك من لغته وأدواته حتى تتعامل معه مباشرة. فإذا لم تتقن أدواته دائما يبقى هناك ما بينك وبينهم صعوبة في التواصل. لكن هذا لا يعني أن الفهم والفتح والنفحات الإلهية التي تأتي بغير واسطة هذه خارجة عن النطاق، لأن تلك الإلهامات المباشرة تكون على حسب الترقي والتواضع والتصفية. أما الفهم من الدلالات من اللغة كلغة من القرآن، لابد عليك أن تفهم ألفاظ القرآن ومعانيه وقواعده بصراحة حتى تكون فقيها. إذا أردت أن تكون فقيها يجب عليك أن تقرأ هذه اللغة. أما إذا أردت أن تكون وليا مقربا مقبولا فيجب عليك يعني الاعتناء بالمعاني. المعاني معروفة عند جميع العقلاء، وهي التواضع والتصفية وهضم النفس والثقة فيما يقوله صلى الله عليه وسلم فيما هو في كتاب الله وما يقوله المشايخ، والتواضع إلى أستاذك. إذا لم تتواضع لا يفتح عليك في باب المعاني والنفحات الربانية. نرجو من الله عز وجل أن نكون من المتواضعين المعترفين في خطاياهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالفهم، نسأله عز وجل أن يمن علينا في هذه ببركة رسول الله في هذا الشهر، ببركة رسول الله في هذا الشهر. وإذا آنت أو عانت فرصة سنتكلم على معنى البركة التي يسموها المعاصرون قداسة الأمكنة وقداسة الأزمنة وغير ذلك. إن شاء الله نتكلم على ما يستفيده المؤمن من محبة صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. سيد علي الحسين، إذا
ينبغي أن أقول كلمة واحدة عن هذه الكلمة للصحبة الشريفة. كل فائدة لنا هي لنفسي ولأنفسكم، كل فائدة نأخذها من ديننا نجدها في صحبة السلف. هذا طريقة جميلة، الحمد لله. الله يحفظكم ويحفظ. آمين آمين آمين. وادعوا لنا، وادعوا لي أولادي إن شاء الله.